بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. عليك أزكى السلام والنور يا آل العبد الشكور، وسبحان اللي باري الروح، سلام الله عليك يا نوح. ونوح بينادي كل نهار وينصحهم بالاستغفار، وكانوا للصنم ساجدين، كانوا للصنم ساجدين. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور، وسبحان اللي باري الروح، سلام الله عليك يا نوح. أو نصرى دي ناس صالحين، محولهمش للأصنام غير الضالين. سواع ويعوق أو نصرى دي ناس صالحين، محولهمش للأصنام غير الضالين. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور، وسبحان اللي باري الروح، سلام الله عليك يا نوح. سنين بتفوت ونوح راح يبني في سفينته، ويدعي للهدى والنور، فضل يدعي لرب وفاضي الماء من التنور. سفينة شايلة كل زوجين على عالم جديد رايحين، بعلم ودين، وكان المرسى عالجودي، ونوح قال للحياة عودي، وآخر كلمة حنقولها قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور، وسبحان اللي باري الروح، سلام الله عليك يا نوح. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور، وسبحان اللي باري الروح، سلام الله عليك يا نوح. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور، وسبحان اللي باري الروح، سلام الله عليك يا نوح. نوح النبي الصابر المحتسب يدعو قومه ليلا ونهارا، لكنهم معرضون عن الاستجابة لأمر الله، فيا لهم من عصاه، لا يدركون أن بينهم نبيا من أنبياء الله.
سيظل هذا الصراع الأبدي بين الحق والباطل. فنوح صبر وتحمل وهو من أولي العزم من الرسل، وقومه ما زالوا على ضلالهم يعبدون الأوثان، ولا ترق قلوبهم العاصية لحديث نوح. ظل نوح يدعو الناس لتوحيد الله وترك عبادة الأصنام، واستمر هذا الأذى لنوح عليه السلام وأتباعه طوال فترة دعوته للرجوع عن عبادة الأصنام والدعوة إلى الدخول في دين الحق. نوح النبي الصابر المحتسب يدعو قومه ليلا ونهارا، لكنهم معرضون عن الاستجابة لأمر الله، فيا لهم من عصاه، لا يدركون أن بينهم نبيا من أنبياء الله. يا حام، أريد أن أدلك على شيء مهم. ماذا أيها الأمير؟ هذا الوضع لا يمكن أن يستمر كثيرا. لا أفهم، ماذا تريد مني أيها الأمير؟ نوح ظل يدعو الناس لسنوات وما اتبعه إلا القليل. ليست العبرة في كثرة الناس بل بقوة الإيمان. أعرض عليكم ملكا كبيرا. الملك لصاحب الملك يا أميرنا. ملك قد يتسع يمينا ويسارا، ذهب وخيل ونساء. بدون أن أدخل معك في نقاش، هذا أمر مرفوض تماما. أعتقد أن لدينا طرقا كثيرة لتدمير ما يفكر به نوح يا حام. ولكنك لم تسأل نفسك سؤالا مهما. وما هو هذا السؤال؟ لماذا لم تفكر في اتباع أبي نوح نبي الله؟ ماذا؟ أنا؟ نعم، فإذا اتبعته اتبعه قومك من بعدك. أنا؟ أنا أتبع هذا الرجل؟ لا لا لا، لا يمكن، بل هو المستحيل يا حام. إذن أسألك سؤالا آخر، لماذا لا تتركه يدعو لتوحيد الله؟ لأنه يهدد بقوة مصالحنا وملكنا. وإذا وعدتك أن دعوة أبي نوح لن تضرك. لا أستطيع أن أتبع نوحا، ولا أستطيع أيضا أن أتركه ينجح في إغواء الناس. أنتم من تضللون الناس يا سراجي. سترى بنفسك ما سنفعل بكم يا حام، سترى. من أنت وماذا تريدين؟ مولاتي هوزاء؟ مولاتي هوزاء توزع الطعام ليلا؟ لماذا تفعلين هذا؟ هل أنت من أتباع نوح؟ أنت أيضا يا هوزاء؟ لقد اشتد البلاء على نوح وعلى آل نوح من هؤلاء العصاة، فكيف له أن يخرج من كل هذا إلا بالصبر واليقين والثقة بالله؟ سنقوم بحرق الأخشاب كلها حتى لا يستطيع نوح استكمال البناء.
ستكون ليلة تاريخية تلك التي سنحرق فيها كل هذه الأشجار. وقتها سأشتري بيتاً وأتاجر في كل شيء من مكافأة السامق. وأنا سأشتري خيلاً وستكون لي تجارة رابحة. لقد تأخر علينا يا عسير، هيا لنبحث عنهما. هيا هيا بنا هيا. لماذا تأخر ناكر وسمراء؟ لماذا تأخرت سمراء؟ لا أدري يا عسير. يقولون إن هناك ذئبا يروع الناس في القرية. هل عادت الذئاب مرة أخرى؟ نعم، يبدو أنها عادت. إنهما على موعد مع السراجي. هل سيعطينا الرجال والأموال لنحارب نوحا وأتباعه؟ نعم، ولكن الاتفاق كله مع ناكر وسمراء. يا لها من حمقاء، لماذا تأخرت إذن؟ تسأل دائما عن سمراء وتتجاهل ناكر؟ كنعان، نحن نعلم أنك معارض لنوح أبيك، فماذا لو تعاونت معنا للقضاء على دعوة أبيك؟ أنا أعصي أبي وأخالفه، ولكن كيف أتعاون معكم عليه؟ نحن أهدافنا مشتركة، سوف نقوم جميعا بحرق كل أشجار القرية. أنا لست طرفا في الدفاع عن أفكار أبي، أنتم أحرار. كنعان، وأنت معنا ستكون في منعة، ستكون صاحب جاه ومال وقوة. أنا لا أكره هذا ولن أؤمن بإله أبي، ولكني لن أتعاون معكم. كما تشاء، لكني أحذرك من الوقوف في حربنا مع نوح ضدنا. أنا لا أدافع عن أبي أبدا، فأنا على دين غير دينه. بإذنك. انظر هناك يا عسير، إنها سمراء. سمراء، لقد قتلها الذئب. لقد ماتت سمراء. ولكن أين ناكر؟ هيا بنا نبحث عن ناكر. فمن سيأتي معنا إلى السامق؟ أكلها الذئب الحقير. لا أثر لناكر، ترى أين اختفى. ماذا تقول يا عسير؟
ماذا تقول؟ هل قتل الذئب سمراء وناكر؟ نعم يا مولاي، عثرنا على جثتيهما وقد مزقتها الذئاب. لقد خسرنا سندا قويا في حربنا ضد نوح. نعم يا مولاي، لكننا سائرون على الدرب يا مولاي. نعم، يجب ألا يكون موت سمراء وناكر هو نهاية المطاف. سنقوم بحرق كل الأشجار. أريد ليلة يحلف بها كل أهل الأرض. نعم، سنقوم بعمل أكبر حريق في التاريخ. أثق فيكما، فهيا هيا أنجزا ما اتفقنا عليه. هل ماتت سمراء حقاً؟ ومات ناكر؟ قتل الذئب سمراء؟ لن أراها بعد الآن. ماتت ومات ناكر، كان إلى جواري وتعاون معي لإفشال ما يفعله نوح. سمراء أختي قد ماتت يا والها. قاصرة، متى عدت من سفرك يا قاصرة؟ عدت لدفن سمراء ولأكمل الطريق معك. أي طريق يا قاصرة؟ القضاء على نوح ورفاقه، القضاء على هذه الدعوة. هل أنت مستعدة لذلك؟ نعم، وبكل قوة. يريد أن يترك الناس عبادة الأصنام ليعبدوا إلها واحدا. اتركي لي هذا الأمر، سأقود بنفسي الحرب عليه وعلى أتباعه. حبي للآلهة أكبر من حبي لأولادي وزوجي. ماتت سمراء، ماتت سمراء على دين الآباء يا والها. ماتت وهي تسعى للحفاظ على عبادة الآلهة. سأنصرف الآن. أعرف ما تمرين به من ظروف صعبة، فهي أختك.